بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد إخواني في الله، هذا شهر رمضان، شهر القيام، شهر الصيام، شهر قراءة القرآن، شهر الإطعام، شهر الإنفاق، وكذلك هو شهر الدعاء. شهر الدعاء في آيات الصيام في الوسط، قبل وبعده في الوسط، قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكأنه سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه، وعدهم أن يجيبهم. ماذا تسألوه؟ هنا السؤال. رب كريم يسأل عباده الفقراء أن يسألوه، والغني إذا سأل الفقير ماذا تريد؟ سأل أعطيك، بدي كبر العطية والسؤال على 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 غنى، حسب غنى السائل يجيب المسؤول. فالله عز وجل قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أستجيب دعاءه إذا دعاني. هات لنا خذنا جولة مع من قبلنا وماذا دعوا. باختصار، موسى عليه السلام يسأل ربه قائلا: ربي أرني أنظر إليك. موسى لما كلم ربنا عز وجل قال: ربي أرني أنظر إليك، فسأل الله أن يريه ذاته، قال: لن تراني. شوف إلى أين يريد أن يرى الله عز وجل. آسيا امرأة فرعون تسأل ربها قائلة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. امرأة ملك في أحسن قصر، لا بدها الملك ولا يعني ما هو فيه، تريد شيء آخر، ما بدها الدنيا ولا أملاكها. ربي ابن لي عندك، سألت الجار قبل الدار: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، يا رب ابن لي بيتا أو عندك بيتا في الجنة. تريد عندك يعني بالقرب منك. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لاش الفردوس؟ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. شوف شوف شوف، قال: وفوقه عرش الرحمن، يعني قريب من الله عز وجل. شوف أين يوجه أصحابه وأمته أن تسأل ربها عز وجل. هو لما قال لهم: سألوا الله لي الوسيلة، كذلك هو يريد، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنه. طيب في ليلة من الليالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي، وربيعة هذا كان مرابط على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقت سل ألبك، يعني خادم له. ففي ليلة من الليالي أتى بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته، فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم فرصة وقال: يا ربيعة صل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أي أن أكون قريبا منك ومصاحبا لك في أعالي الجنة، لأنه بيعرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني سأل الله عز وجل أن يجعلني قريبا منك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني تطلب شيء غير ذلك من أمور الدنيا والآخرة؟ Anything else؟ قال ربيعة: هو ذاك، أي أن أكون رفيقك في الجنة بس، وذات سيت. سبحان الله، انظروا ماذا كانوا يطلبون وصحبة من يريدون. سألوا الإمام أحمد عن الجنة: صف لنا الجنة. قال: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأصحابه تمتعوا بصحبته في الدنيا ويريد أن لا يحرم هذه الصحبة يوم القيامة. وذاك الصحابي اللي بكى وافتقده النبي أين هو؟ قال في البيت جيبه. قال يا رسول الله والله لا أذكرك إلا اشتقت إلى رؤيتك فآتي لأراك، كلما ذكرتك اشتقت لرؤيتك فجأة فأذكرت إذا دخلنا الجنة وأنت في مكان نحن في مكان أين نراك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فما فرح الصحابة بشيء فرحهم بهذا الحديث. رجل هذا ربيع رجل مسكين فقير حالته يرثى لها، ماذا تريد يا ربيع؟ قال مرافقتك في الجنة. شيء ثاني؟ قال لا بس هذا، هذا وبس، ما بدك شيء زوجة شيء منزل شيء بيت شيء حور عين أشجار كذا، لا 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 بس مرافقتك. إذن باختصار موسى عليه السلام يسأل ربه رؤيته، وما أعظمه من سؤال. وامرأة فرعون تسأل ربها أن يبني لها عنده بيتا في الجنة، وما أغلاه من طلب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا سلوا الله الفردوس الأعلى، وربيع يقول أسألك مرافقتها في الجنة. لكن حري بهذه الطموحات أن تكون مصحوبة بالعمل، فالرجاء والأمل لا ينفع بدون عمل، الرجاء والأمل لا ينفع بدون عمل. لذلك قال لربيعة فأعني على نفسك بكثرة السجود. إخواني إذا بدك تكون معي كثر سجود. وإخواني أنتم في أفضل ليالي العام التي يكثر فيها السجود لله عز وجل، فأكثر السجود وأكثر من الطلبات ولا تستكثر على الله شيئا. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ليعظم الرغبة يعني ليسأل ما شاء من قليل كثير، ولا يقول هذا كثير لا أسأل الله إياه، لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى. كل شيء يعطيه الله، كل شيء يعطيه الله أحدا فإنه ليس عظيما عنده. طيب بعد هذا يعني أنتم ها شهر الدعاء اطلبوا طلبات عالية وأكثروا، ما تقولوا لا والله too much، ما في شيء too much على الله عز وجل، ما في شيء كثير. بالإنجليزي موسى عليه السلام this is a month of fasting, month of praying, month of reading Quran, month of feeding, helping and so on. This is a month of asking whom? Asking Allah, because in the between the verses of fasting in Surah Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal mentioned, said to his prophet, if my servant ask you about me, tell them I'm near them, answering their call. So let them ask me and I will respond to them. For he subhanahu wa ta'ala would like from his servant to ask him, ask what? What do you want? Whatever you want. Whatever you want. Big, small, nothing. You ask generous, you ask rich, ask him. If someone poor and rich man ask him, man, what do you want? He will ask him a lot. He will give him. Allah Azza wa Jalla rich, generous. We are his servant. We are so poor. For when you ask as much as you want. But focus, what kind of asking? Worldly matters or the hereafter matters? Have look for example. First one, Musa alayhi salam. When he was speaking to Allah Azza wa Jalla and Allah spoke to him, Musa asked Allah, say Rabbi arini anzur ilayk. When Musa arrived at our appointed time and his Lord spoke to him, he said, my Lord, show me yourself. Show me yourself that I may look at you. That I may look at you, Allah. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, you will not see me. Yani in this world. But in the after, you're going to see me. You and all the believers.
For see, Musa was asking, after Allah talked to him, he heard his voice, he would like to see him, Ali Arab, allow me to see you. Asya, the wife of Fir'aun, asked Allah Azza wa Jal, Asya was the wife of Fir'aun between two banks, because I'm your Lord, I'm highest Lord, I don't know any Lord other than me. She's living luxury life, castle, palace, all this, didn't see anything of it. But what she was asking Allah, قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. And the wife of Fir'aun, she said, my Lord, build for me near you a home in paradise. Allahu Akbar. She chose the neighbor before the door. Ask Allah to build for her near him a house in paradise. And up high. Our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said to us, if you ask Allah for anything, ask him for the Firdaus. Firdaus, what is the Firdaus? For it is the last part of paradise, up high, and the highest part of paradise. And at its top, there is the throne of Allah, the throne of beneficent. And from it gush forth the rivers of paradise. See, above the Firdaus is the throne of Allah Azza wa Jal. You're too close to Allah Azza wa Jal. And one night, the Prophet ﷺ says to Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, after he brought water for him and what he ﷺ needs, then he ﷺ says to him, oh Rabi'a, ask. Ask anything you like. Rabi'a, poor man. And the Prophet ﷺ, everything in his hand, asking him, ask me, what do you want? What do you think? Ask a beautiful wife, best house, wallah, best hur'in, wallah, what? See what immediately. I said, I ask your company in paradise. That is, to be close to you and accompany you in the highest of heaven. He knows what he wants. And he's living with him every day at his home, front of his home, just waiting the Prophet to wake up to ask him whatever what you want to save you, Rasulullah. One day I'll ask, I want to be with you in paradise. As'aluka murafaqatak fil jannah. Then he said to him, or anything else beside it, what else do you want? Meaning, do you require anything other than this from the things of the world and the hereafter? Then Rabi'a said, Qal, that is all. That's it all what I require. That's it. Enough for me. That's it. I would like to be your companion in heaven. Glory be to Allah Azza wa Jal. Look, what they were asking for and the company of whom they want. They want to be with the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He didn't ask anything, only to be with the Prophet ﷺ, because he knows the Prophet will go into the highest place in paradise, Al-Wasila, and he wants to be with him, as he was with him in this world. Subhanallah. Brothers, شوفوا طموحات من قبلنا وشوفوا طموحات بعض شبابنا. ماذا يريد؟ أحسن مطلب عند أبنائنا اليوم؟ أحلى موبايل، آخر موديل سيارة، أطيب طعام، أفخم لباس، آخر قصة شعر، كلها أمنيات أرضية لا تتعدى إلى الآخرة. بينما همم من كانت قبلنا كانت عالية نحو الجنة. What are the aspiration of some of our youth today? The best mobile phone, the latest car model or model car, the best food, the most luxury clothes, the latest haircut,
all earlier wishes that do not extend to the afterlife, while the aspiration of those before us were high towards heaven, toward the paradise. So my dear brothers and sisters, ارفعوا سقف مطالبكم فإنكم تدعون ربا كريما أمركم بدعائه ووعدكم بالإجابتي ولكم في هذه الكوكبة قدوة وأسوة حسنة. موسى سأل ربه رؤيته ومرأة فرعون تسأل بيتا في الجنة عنده ورسول الله يقول سأل الفردوس الأعلى وربيع يقول أسألك من رافقك في الجنة. ولكن حري بهذه الطموحات أن تكون مصحوبة بالعمل، فالرجاء والأمل لا ينفع بدون عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة إن all this hope it will not benefit you without action, without deeds. يعني when ربيعة asked Prophet صلى الله عليه وسلم to be with him in paradise, what he صلى الله عليه وسلم said to him? He said to him, he didn't say, oh, okay, you will be with me. No, he asked him to do something. Via this, it will be, he will be next to him. The Prophet said to Rabi'a, okay, then help me to achieve this for you by devoting yourself often to prostration. You can increase your prostration. And we are in the month of, what? Month will last 10 nights of Ramadan, the nights of Qiyam, the night of bowing, the night of prostration, the night of supplication. Take opportunity from this beautiful night, and when you ask, ask. You ask generous, you ask. This prostration, one of the reasons to reach this highest place, as he said to Rabi'a. And one condition, if you want Allah to accept your supplication, answer your supplication, there are certain conditions. The Prophet said, إِذَا دَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلَ اللَّهُ مَغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتْ وَلَكِنْ لِيَعْزِمُ الْمَسْأَلَةِ وَلِيَعْظِمُ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَعَظَّمُ شَيْءٍ أَعْطَاهُ. Abu Hurairah radiallahu reported that the Prophet said, when one of you makes a supplication to his Lord, one should not say, oh Allah, grant me pardon if you so likes. If you like to forgive me, forgive me. What? If you let, but one should beg one's Lord with a will and full devotion, for there is nothing so great in the eye of Allah which He cannot grant. Yani, ask whatever you want, big, small, a little, a lot. Don't say this too much. No, too much, say it to someone like you. Have limit. But you ask generous, have everything. No end for what he given. Yani, everything Allah gives to anyone is not great with God. Nothing. He will give you whatever you want. But then, one of the main conditions, and with this supplication, do not forget that one of the most important conditions for answering the supplication is the presence of the heart during the supplication. Make sure your heart with you. Contact with your tongue, with your heart. Understand what you're saying, whom you're asking, and whatever what you're asking. Okay, important that make sure that your heart is present. But then what? And hoping well that Allah will surely answer you or answer your supplication. Make sure that you not check or try or see if He answers you or not. La? Ask Him while your heart present and show that He's going to answer you. And hoping. حسن الظن بالله عز وجل. Because صلى الله عليه وسلم said, ادعوا الله وأنتم مقرون بالإجابة. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. He said, call upon Allah while you are certain of the answer. Certain of the answer. And know that Allah does not respond to a supplication from the heart of one heedless and occupied by play. غافل, heedless, doesn't know what he's saying. فهذا يكفي. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم وبركاته.